مشاهدينا الكرام، للحديث عن دلالات التظاهرات التي خرجت في تونس في ذكرى الثورة، معنا من تونس عبر سكايب الكاتب والصحفي التونسي الأستاذ زياد المزغني. حياك الله أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك وبكافة مشاهدي الرفيق. بداية، ماذا يعني خروج هذه التظاهرات والهتافات التي طالبت برحيل قيس سعيد في الذكرى 12 للثورة التونسية؟ خروج التونسيين بهذا العدد اليوم وبدعوة تقريبا من جميع أحزاب المعارضة التونسية يدل على أن سردية الأغلبية التي يمتلكها قيس سعيد والمشروعية الشعبية فعليا قد سقطت اليوم بفعل هذه المسيرات التي خرجت بهذه الأعداد الكبيرة في يوم 14 جانفي، وكذلك قبلها بأقل من شهر بمقاطعة واسعة للانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر لم يشارك فيها سوى أقل من 10% من الناخبين التونسيين. إذا مسألة الشعبية ومسألة المشروعية الشعبية فعليا قد سقطت من كل المقولات التي كان يعتمد عليها قيس سعيد طيلة هذه السنة والنصف منذ انقلابه في 25 جويلية 2021. هذا من جهة. من جهة أخرى، الرسالة الثانية التي استطاعت المعارضة إيصالها أن رغم الخلافات الموجودة، رغم تشكلها في عدد من الجبهات، إلا أن الشارع قدر أن يتسع للجميع ويتسع لكل قوى المعارضة التي اجتمعت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة في نفس المكان الذي اجتمعت فيه المعارضة التونسية بعموم الشعب التونسي قبل 12 عاما للمطالبة بإسقاط نظام بن علي. طيب، هو قال اليوم أو أدلى بتصريحات أثناء تجوله في شارع الحبيب بورقيبة أنه لا مكان للعملاء والخونة. من يقصد برأيك بالعملاء والخونة؟ قيس سعيد يقصد كل من يعارضه، كل من يحمل رأيا مخالفا للآراء التي يقتنع بها، يعتبره من الخونة، من العملاء، يعتبره أداة للقوى الخارجية وأنه يستقوي بالخارج. وصف سابقا المعارضين بالجراثيم، وصفهم بالميكروبات، وصفهم بشتى أنواع الشتائم التي اعتدنا عليها منذ توليه السلطة. ولكن هذا الخطاب التخويني يبدو أنه بات مرفوضا من الشارع التونسي كما هو مرفوض من القوى السياسية ومن النخب. أصبح ربما في مرحلة أولى كان جزء من التونسيين يتبنى هذه المقولات التي يرفعها قيس سعيد، يحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء للطبقة السياسية التي حكمت طيلة 10 سنوات من الثورة إلى العام 2019. ولكن بعد عام ونصف من سيطرة قيس سعيد تقريبا على كل مفاصل الحكم وحيازته لأكبر صلاحيات ممكنة، اكتشف أن هذه المقولات لم تستطع إيجاد حل لمشاكلها الحقيقية، وأن قيس سعيد هو نفسه يتحمل مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا في الوضع السيء جدا الذي دخلت وصلت إليه البلاد. طيب، الآن في أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفقدان لمواد أساسية. بحكم كونك صحفي تونسي أنت متعمق بالشأن أكثر وعلى مقربة من الشارع، هل تعتقد بأن الشارع التونسي وصل إلى مرحلة الاحتقان التي يحتاجها لكي يتخلص من الحكومة أو كما يريد إسقاط النظام، أم أنها موجة قد ترتد ربما على من قام بها؟ من الصعب أنها تكون موجة، لأن أولا الوضع بالفعل وضع اقتصادي سيء جدا. نحن نتحدث الآن وهنالك عشرات المواد الأساسية مفقودة من الأسواق، نتحدث والدولة تتجه إلى رفع الدعم نهائيا عن عدد من المواد الأساسية وعن المحروقات، وهو ما سيؤدي إلى حالة تضخم في الأسعار بشكل غير مسبوق والذي وصلنا إليه الآن ب 10.8 مقارنة بكل السنوات التي سبقتها. هذه من جهة. الآن أنا أحدثك والأخبار الواردة قبل قليل بأن عدد من الأحياء في العاصمة وفي مدينة القصرين وسيدي بوزيد تنتفض بالفعل وتخوض معارك ليلية ومواجهات ليلية مع قوات الأمن. استمعنا كذلك إلى خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر التي تضم أكثر من 800,000 عامل وموظف في القطاع العمومي والخاص، الذي دعا منتسبيه للاستعداد إلى ما أسماه إلى المعركة الكبرى أو المعركة الوطنية التي سيخوضها الاتحاد، رفضا لميزانية العام 2023 ورفضا للسياسات الاقتصادية وكذلك للخيارات السياسية التي تنتهجها السلطة، داعيا إلى إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وإلى فتح حوار وطني واسع تشارك فيه جل الأطياف السياسية. إذا نحن بالفعل أمام شتاء ساخن، أمام موجة تتصاعد
في شقها السياسي رأينا الأحزاب والجبهات المعارضة وما دعت إليه واستجابة واسعة لشارعها السياسي، ونرى كذلك وضع اقتصادي واجتماعي محتقن جدا قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي في أي لحظة. طيب ماذا عن الثمن الذي يمكن أن تدفعه تونس في حال إسقاط نظام قيس سعيد؟ هل تعتقد بأنه سيسلم السلطة وسيتنازل عنها بعد هذا التشبث بكل بساطة؟ من الصعب جدا أن يتخلى قيس سعيد عن السلطة حتى بمقارنة بزين العابدين بن علي وبأنظمة الاستبداد في المنطقة العربية، ولكن بالفعل قيس سعيد ليس ذلك الشخص الذي استطاع أن يتمكن من مفاصل الدولة، أن يصنع ولاءات أو موالين له في داخل أجهزة الدولة. أجهزة الدولة ربما ستتعامل بشكل مختلف تماما مقارنة بالديكتاتوريات التقليدية التي عاشتها المنطقة العربية، نعم ربما سيضطر إلى شكل من أشكال التنحي أو فرض شكل من أشكال التنحي، أو ربما السيناريو الذي يطرحه البعض هو إيجاد حل سياسي في الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة قد يشارك فيها قيس سعيد أو قد لا يشارك فيها. طيب يعني كما تفضلت هنا هو ليس بقديم في السلطة وبالتالي لم يرسخ الدولة العميقة التي تدعمه في بقائه، لكن أليس غريبا أن يبقى في بالسلطة بهذه الطريقة؟ يعني ما الدعم أو ما الأدوات التي يحظى بها لكي يتشبث بها بهذه ولا يخاف على الكرسي الذي يجلس عليه؟ أولا القاعدة في الأحكام السلطانية تقول أن من يأخذ هذا الأمر فإما أن يكون له الصدر وإما أن يكون له القبر. قيس سعيد خاض مغامرة الانقلاب، ومغامرة الانقلاب تفرض عليه أن يخوضها إلى النهاية، أن يتمكن من السلطة، أن يفرض نفسه على أجهزة الدولة وعلى الدولة ككل. قيس سعيد خاض هذه المغامرة وليس له الإرادة أو القدرة للتراجع إلى الوراء، لأن أي خطوة إلى الوراء سيعني محاسبته، سيعني ذهابه إلى المحاكمة بسبب ما اقترفه بتجاوزات بانقلابه على الدستور، بانقلابه على أجهزة الدولة، بإغلاقه للبرلمان وغيرها مما يعتبر جرائم بنص القانون التونسي. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى قيس سعيد اغتنم فرصة مواتية جدا بسبب الضعف السياسي الذي عاشته الأحزاب، حالة النقمة الشعبية التي تولدت نتيجة ضعف الأداء السياسي وضعف في حل مشاكل المواطنين طيلة 10 سنوات، وللأسف كان هنالك طبقة سياسية لم تكن على قدر الأهلية التي أعطاها المواطنون التونسيون وخاصة بعد انتخابات العام 2019 نعم. في تسيير الدولة، وهو ما تفاقم الوضع خلال جائحة كورونا ولم يتمكنوا من إيجاد حل، طيب بل استغرقوا جل وقتهم في خوض معارك سياسية أدت إلى الانقلاب في طيب 25 جويلية 2021. يعني أنت تعلم جيدا أستاذ زياد أن المناصب مغرية خاصة في الوطن العربي، ما البديل الذي يملكه التونسيون الآن؟ وإذا كان هناك بديل، هل ستمر العملية عملية تسليم السلطة بسهولة دون أن تحدث هناك صراعات للحصول على هذا المنصب؟ الصراع الوحيد أو ربما السيناريو الذي لا يريد التونسيون الوصول إليه هو الالتجاء إلى خيارات ربما تكون باستعمال القوى الصلبة، ما يقصد به انقلابات عسكرية. دون ذلك التونسيون لهم القدرة على إيجاد حلول وقد جربوا ذلك خلال سنوات. في العام 2011 لما فر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تم هنالك انتقال سلس في السلطة وفق دستور العام 59 الذي كان يسير البلاد حينها، وحتى في فترة إنهاء العمل بهذا الدستور كان هنالك انتقال سلس في السلطة من حكومة محمد الغنوشي إلى حكومة السبسي. نعم. بعد وفاة الرئيس الراحل باجي قائد السبسي كان هنالك انتقال في السلطة وفق آليات دستورية. التونسيون ربما لهم القدرة في إبداع حلول في لحظة الأزمة وفي وجودها، ولكن هذه الأزمة اليوم تصطدم بشخص قيس سعيد، قيس سعيد الذي ربما قد لن يلتجئ إلى إيجاد حل أو فتح قنوات حوار أو التراجع خطوات للوراء من أجل إيجاد حلول وعدم تفاقم الأزمة في البلاد، ولكن نعم. بحوار وطني، باستشارات موجودة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وبوقوف أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية على الحياد أمام المشهد السياسي، قد يتوصل التونسيون إلى طيب. حل يكفيهم شر الاقتتال الداخلي أو شر الصراعات على السلطة. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد المزغني الكاتب والصحفي التونسي، كنت معنا عبر سكايب من تونس.